عسلامة. عسلامة مرحبا. لاباس. لاباس مرحبا بك. عرفنا عليك. علي دخيل. مين؟ صفاقس. شنو سبب زيارتك لتونس؟ والله سبب زيارتي لتونس لقضاء بعض الشؤون يعني الإدارية. لو كان عندك فرصة انك تعاود تصمم المجتمع شنو تبدل بالضبط؟ تصميم المجتمع، يعني تصميم المجتمع هو ساعة ينطلق من المجتمع، يتكون من بنات، يعني من الأسرة هي نواة المجتمع، يعني لهنا يلزم يعني الهوية العربية، يعني القيم متوفرة، الهوية العربية تعزيز الهوية العربية، ويعني واجتثاث ثقافة التغريب اللي تو أصبح منها مجتمعنا وأجيالنا تعيشها للأسف، وهذا يعود إلى إصلاح جذري وجوهري يضرب في العمق الملف التربوي، أهم ملف يعيشه المجتمع. إن أردت إصلاح مجتمع هو معالجة وتقويم وتصويب وإصلاح الملف التربوي حتى يعني يصير تكوين ناشئة وأجيال يعني تعيد تصميم المجتمع على أسس صحيحة وعلى قنطرة صحيحة وعلى يعني متشبع بالقيم وبالمواطنة وبحق المواطنة يعني بنظرة تفاؤلية بأن يعيش في مجتمع سليم، يعني سلامة هذا المجتمع هو يعود إلى 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 الإصلاح الجذري والجوهري والذي يضرب في العمق الملف التربوي اللي اليوم الحقيقة مع الأسف الملف التربوي حاد بالمجتمع التونسي منذ تقريبا ما يقارب 15 سنة أو 20 سنة، الحقيقة حاد بالمجتمع إلى يعني ثقافة المناسبات والنجاح المناسباتي. بالله سامحيني في العبارة، أنا مرت يعني هي الدولة تو علاش قائمة تو؟ من يقود الدولة؟ من يسوس البلاد اليوم؟ المجتمع اليوم مقصود الظاهر جيل الستينات ونخبة الستينات هي اليوم اللي قائمة على تسيير شؤون الدولة. يعني هل يعني وليدة التعليم، لأن ما ننسوش كلمة الزعيم بورقيبة الله يرحمه، للأمانة مانيش نحكي، أنا نحكي في الملف التربوي. الزعيم بورقيبة قال أنا نواجه شعب مثقف، وما نواجهش شعب أمي جاهل ما يعرفش يبصم حتى على القلة كما قالها. بكري قلت لي أنا كوالي نعاني، شنو تعاني بالضبط أنت كوالي؟ يعطيك الصحة، أنا عاني يعني غياب يعني تخمة البرمجة، والبرمجة خاوية الوفاض من الرسالة التعليمية التربوية الصحيحة اللي يستفيد منها المجتمع اليوم تلقى تلميذ في السنة الأولى ابتدائي يوزن هو وزنه كالحم، لما توزنيه كالحم هو يوزن 10 كيلو 25 كيلو، والكرطابلة توزن 15 كيلو وهو يوزن 15 كيلو، كيفاش ينجم يوصل مرتاح نفسانيا وبدنيا للقسم ويعني يزاول دروسه معناها في أريحية؟ قبل يا حسرة في السبعينات وفي الثمانينات لوحة وكتاب وسبع طباشير وقلم وكراس وخلقت أجيال. صحيح التعليم يواكب العصر ويواكب روح العصر، ولكن لا يمكن معناها احنا لما يكون باش نفرغوه من محتواه رسالته العميقة اللي تنفع المجتمع. احنا مع الأسف العقدين من الزمن هذوما نقشروا العظمة، عوض نهتموا بالفص بتاعها، لا نطيشوا الفص ونهتموا بالقشور، وهذه النكبة اللي سير عندنا. يلزم معنا، أنا الحقيقة معجب ببرنامج التربوي لحاتم بن سالم، للأمانة رسالة حاتم بن سالم في وزير التربية في إصلاح البرنامج التربوي رسالة قوية وهادفة وضاربة في العمق بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي. بالنسبة للتعليم العالي، أنا الحقيقة يا رسول الله أحمد فريعة
عنده نظريه تدرس في اعرق الجامعات في العالم. اليوم هنا اليوم في نلقاو معناها كيف نهمشوا احنا نهمشوا هذوما القامات هذوما الوطنيه اللي يشرفوا ونفتخروا بهم. كيفاش تحب يعني 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 اصلاح البرنامج التربوي وتحب تصميم مجتمع بتصميم يليق بسمعة تونس القرن 21؟ هذا حلم يعني حلم صعب المنال في ظل الوضع الراهن وفي ظل الظروف اللي نعيشوها اليوم. يعني هذا صغارك يا قراون؟ عندي صغاري، عندي بنتي ان شاء الله يعني يوم الاربعاء الجاي بكالوريا، ربي يوفقها ان شاء الله. وعندي زوج توأم احمد وفخر الدين اللي هم معناها من المتميزين في التعليم السنه الثانيه ولا الثالثه ثانوي، هذا التعليم الجديد، هذا البرامج الجديد هذا يعني ان شاء الله هذا هم متميزين، وان شاء الله معنا يعني هم رافعين التحديات. اليوم المواطن اللي عنده زوز وثلاثه يقراوا في الثانوي وفي التعليم العالي صعب عليه باش ينجم يرفع التحديات باش يكسب الرهانات اللي هو نجاح ابنائه في ظل الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والامنيه يعني وغلاء المعيشه والى اخره. ويعني المواطن التونسي اليوم في تونس جثه تقتات من لحمها الطيور. كيفاش بالضبط؟ جثه تقتات من لحمها الطيور. الطيور في يعني المفيوزيه الموجوده في جميع الادارات التونسيه. يا رسول الله انا مرت امامي، انت سامحيني اختي، انت خرجت تعليم عالي على البنك قريتي وجبتيها بعرق جبينك ومتميزه، تبقي على البنك واللي ما عمره ما قرا عدى 20 سنه حبس ما يعرفش يكتب اسمه، خرج من الحبس رئيس مصر حتى هو. هذا مثال تعرفه؟ هذا موجود. ما انت يا غريب عليك، هذا يسمى مغرفه. هذا اليوم تونس تعيش العروشيه في كل شيء. انت كوالي تعرف انه بنتك باش تكمل القرايه وتتخرج ومن بعد ما تشدش خدمه، شنو رايك؟ وراهن على الاقل لما 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 تتخرج تعي بمحيطها وبوضع وبالحراك الموجودة اللي تعيش فيه في المجتمع متاعها. يعني البقاء للأجدر والبقاء للأقوى. احنا عندنا قوة رسالة التعليم وقوة رسالة التضحية من أجل إنجاح أبنائنا باش يكونوا صالحين في المجتمع في حياتهم الخاصة وفي المجتمع، وتبقى حلقة مفرغة اللي هي التوزيع العادل في تكافؤ الفرص. مواطن الشغل مفقودة في تونس، أنا قلت لك مفقودة في تونس. اللي يدفع اكثر يدخل. انا نعطيك اكزومبلير من بين الاقطاب الاقتصاديه الكبرى موجوده في تونس اللي هي في الصخيره ولاية صفاقس، طرابس، طونكمات، مجمع كيمياء التونسي واسيبت. خلي لك طرابس ومجمع كيمياء التونسي عاملين لجان استشاريه تحت الطاوله، فهمت؟ تعرف شو معناها بالضبط؟ امشوا اعملوا بحث اجتماعي في الصخيره. نوجه رسالتي لوزير الشؤون الاجتماعيه ووزير التشغيل، نحملهم مسؤوليه، يمشوا يعملوا بحث اجتماعي في معتمديه الصخيره. اختي سامحيني، لا في معتمديه الصخيره، لان عروشيه العائله هذه يخدموا منها 10، سامحيني، حتى الكلب حشاكم ممكن يخدم يشتغل يضرب في مليون ونص، والعائله الاخرى بجنبها فيها 10 ما يشتغل ولا واحد باللقب. باللقب تعرف ونسمي لك حتى الالقاب.